وقعت لي وانا خارج لخدمتي عامل النظافة. الكل كيعرف التوقيت اللي كيبدا فيه هو تقريبا 4 ديال الصباح، يعني 4 ديال الصباح فانت معرض لجميع المخاطر ولجميع الامور اللي انت في غنى عليها انك باش توصلها كانسان مواطن عادي. يعني كتحطك التوقيت كيحطك في ديك الظروف. تحطينا اخويا في اغريسيو، ولكن ماشي حنا، يعني كطيح في بنت غاده مسكينه تخدم في الكابلاج او تخدم في هذه، كطحنا في السرقه ديال المحلات، طحنا في الضرب والجرح، كطيح في انسان غير هكا ونعاودوا نرجعوا باش العلاقه اللي كما قلت لك ديال المواطن بعامل النظافه. راه بعض المرات يكون واحد شهر في نصاصه الليل وانت دايز كترزق الله، كيجي كما تنقولوا باللغه العاميه كيجي يطوبها عليك، ومع ذلك كتصبر وكتدوز داك الوقيته ديالك باش ما قسم الله وتتمشي بحالك. شوف كاينين مصطلحات كيتقالوا لنا اكثر من الضرب. من كيقول لك امول الزبل، من تيقول لك امول طارو، فهمتي؟ يعني هادو مصطلحات كنسمعوهم انا. كاين مجموعه ديال الاخوان خدموا معايا، كاين الناس اللي جا هكايا بالجنويه ديالو او مثلا بالسلاح كما كيقول السلاح الابيض ديالو، وجا كما تنقولوا وبقى كيفرض عليه انه يهز شي امور ما عندوش صله بها هذاك عامل النظافه، ومسكين كيسلم امر الله وكيهزها. لحقاش هذا ميساج نبغي نوصلوه للمسؤولين على هذه القضيه ديال شنو كيتعرض عامل النظافه مع المواطن. ما كيتاخذناش الحق ديالنا، الحق ديالنا ديما حنايا مهضوم. يعني العامل كيسلم امر الله مع ذاك المواطن، حقاش عارف بانه الى مشى يعني تطورات الامور هذه ما كايناش نتيجه. يعني كل شيء كيشوف عامل النظافه غير الا دار شي حاجه هو، اما لا دارت له هو شي حاجه لا ما كاينش اللي كيعقل عليه ولا كيعرفه ولا كيطلع عليه من بعد المحنه ديالو. من كدوز له شي على سبيل المثال غير ديك المره في سميتو في حمريه او في منطقه البساتين، او تعرضوا عمال النظافه للاهانه وللضرب وما شابه ذلك، ولا كما تنقولوا ما كاينش اللي تسوق ليه ولا عرف له لا عرفوا لمن تيليق. شوف انا نقول لك واحد المساله بالنسبه لعامل النظافه، فاش غادي ياخذ حقه وفاش غادي يرجع له الاعتبار، فاش غيولوا الناس اللي كيسيروا المدينه ناس في المستوى، الناس اللي كيحسوا به بدون ما انه يطلب، الناس اللي تكون كتحسبوا انه واحد من الابناء ديالها. عامل النظافه راه ماشي بالضروري يكون كينتمي نقابيا او سياسيا باش انه يكون مستفيد. عامل النظافه راه غير هذه الكلمه هذه، راه اي مسؤول في المدينه فعيب وعار عليه انه هادو هما الناس اللي كيستحقوا الاهتمام، هادو هما الناس اللي تيخصنا اننا غير دوز يدك عليه كافيه. احنا ناقصنا بزاف، لا مستوى اداري لا مستوى تسيير لا مستوى، ناقصنا بزاف ديال الحوايج اللي خصهم انه كنطلبوا الجهات المسؤوله انها تشوف بعين الرحمه. حقاش نوليو كنتوسلوا، الا بغيتي تطلب حقك خصك توسل، ما بقيتيش كطالبوا هو حق ولا مطلب، انهم يشوفوا بعين الرحمه، يشوفوا عامل النظافه بانه المحيط ديالو لانه غادي اللي غادي يكبر به واللي غادي يزيد به القدام، وهذه مرشوش بهذا المعنى. هذا المحيط ملوث، فهمتي؟ يعني لما دخلت السلطه، يعني السلطه لما دخلتش هي وكانوا الناس ديال التسيير في المدينه هما اللي كيجيبوا الحق، راه ما كاينش شي واحد اخر غيجيب الحق، بالعكس راه كلما سكت الناس المسؤولين سكتوا راه كيخليو اللوبي داخل القطاع كيسترزق من عرق عامل النظافه. انا كنشوف عامل النظافه الانسان الشريف، الانسان اللي كيقنع باش ما قسم الله، الانسان اللي الناس اللي كاع هما وسبقونا كاع في الميدان وبداو من لا شيء والحمد لله صبروا وكافحوا ووصلوا. يعني كنشوفوا الانسان الصبار عامل النظافه، انا كنشوفوا كاننا فريق، انا فريق يعني كيلعب بخطه وحده بتشكيله وحده منهج واحد
ناهيك على اعداء اللي يعني الناس اللي كتخلق الفتنه داخل القطاع. وهذه انا كنهضر لك على الاكثريه اللي الناس اللي احنا تنعرفهم هما ناس شاقين طريقهم بثبات، وكاين مجموعه ديال الاخوان اللي تشتغل في صمت وباغين فعلا يوصلوا واحد الرساله ديال عامل النظافه، انه عامل النظافه ماشي هو مزبل وماشي هو مضطر، بانه غيشوفوا على اعلى مستويات ان شاء الله في مدينه مكناس او على صعيد المغرب ان شاء الله. كيضرني الحال في النظره ديال المواطن لعامل النظافه، شي غير النظره تساوي اكثر من انه من كلمه. كيضرني الحال الطريقه كيفاش انهم تيتعاملوا معك وكيفاش كيعتبروك. لحقاش الا سمحتي لي ونرجع غير نرجع واحد شي شويه اللور، كاين غير على مستوى مثلا مستوى على الشاحنه اللي انا مثلا تنخدم فيها ولا هذه، كتلقى مجموعه ديال الناس مثلا تتهز بلاستيكه وكدير لك ها صور الناس انه داك البوبيل ديالو وهو ما طاقش الريحه ديالها وتيمدها لك بواحد الطريقه كانه داك الشيء الملك ديالي. عمال النظافه اش غادي نقول لك، النفسيه يعني نفسيا ومعنويا ما لاقينش انه الدعم الكامل باش انك تزيد تقاوم وتزيد انك تعطي اكثر في هذا الدومين هذا. يعني نفسيا مع المواطنين حنا كنعانيو بزاف. بغينا نوجه رساله اولى نوجهها للمجلس البلدي بمدينه مكناس. المجلس البلدي بمدينه مكناس كنتمنى من الله هذه الرساله هذه توصل، بان عمال النظافه ما تنتظروش انهم غيوصلوا الحق ديالهم الا ما كانش التدخل ديالكم، لا نقابيا لا جمعويا لا حتى شي جهه، ما انها غتجيب الحق ديال عامل النظافه. والمجلس المدينه يعرف جيدا لوب الفساد الذي ينشط داخل القطاع بمدينه مكناس. الا ما دخلش المجلس وهو اللي جاب الحل وهو اللي جاب الحق وهو اللي جاب الكرامه ديال عمال النظافه، راه ما عمر عم النظافه غادي توصل بالمستحقات ديالو كامله. وكما قلت لك وهذا راجع الى الفساد الذي يعش داخل القطاع. والرساله الثانيه نبغي نوجهها اولا لي ولجميع العمال، وبالخصوص اللي مثلا مقبل انه باش غادي يدخل لهذا الميدان او انه يلاه التحق بهذا الميدان، ما تيأش واشتغل والتزم وانضبط وكون انسان طموح وربي ما غاديش يخيبك. وعده امثله لاحظناها في ناس سبقونا ولقينا بانه الاجتهاد بالمثابره كيعطي الثمار ديالو، كيعطي نتائج ايجابيه وتعطي رضا الناس قبل ما انه يكون رضا ديال رب العمل. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.